طيب دكتور، الصراع أو طرق التفريق، يعني حضرتك عم تقول الحق، إحنا على الحق، هو إحنا على الحق، هم على الباطل، يعني إزاي مواطن يفرق ما بين الحق والباطل؟ أولا الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لما كل بيقول الله عادي يعني السيسي بيصلي وعامل مسجد الفتاح العليم. طيب ناخد بعض الأقوال كده الشهيرة ممكن تساعدنا في الموضوع ده. سيدنا الإمام ابن عقيل الحنفي رحمه الله كان يقول: لا يغرنك كثرة المزدحمين على أبواب المساجد والذاهبين الطائفين بالكعبة والذين يدورون حولها، إنما يقاس الناس بانتصالهم لشريعة الله سبحانه وتعالى وعلاقتهم بأعدائها، على حسب علاقتهم بأعدائها تعرف من الحق والباطل. يعني ما تغركش ان واحد عمال يلف الكعبه وكل سنه بيطلع الحج ويعمل ثلاث عمرات، موقفه ايه من اعداء شريعه ربنا؟ هو عدو ليهم ولا موالي؟ هو بيأدي خططهم يعني لهم. المؤشر العدو، مؤشر العدو، علاقته بالعدو، علاقته بالعدو. عشان كده الشافعي على طول قال لك ايه: اذا اردت ان تعرف اهل الحق فاتبع سهام العدو تعرف اين تذهب. شوف سهام العدو رايحه فين، يعني انا اشوف السهام بتاع العدو رايحه فين واعرف فين الحق من الباطل. بالضبط، لما المكان اللي بتروح فيه سهام العدو هذا هو الحق، لكن المناصره للعدو والمحبه للعدو والاحضان من العدو والتطبيع مع العدو والقبلات مع العدو والاموال للعدو والثروات للعدو والجزر للعدو تعرف اين الباطل. صوره واضحه جدا. سيدنا علي رضي الله عنه بيقول: ان الله لا يسلم الحق ولكنه ولا يتركه، ربنا مش بيسيب الحق كده، ولكنه سبحانه وتعالى يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا غار الناس عليه وإلا غار الله عليه فنصره من عنده. لا ما فهمتش يا دكتور. واحدة سيدنا علي بيقول إن الله تعالى لا يسلم الحق، مش بيسيبه، ولكنه قد يتركه بعض الوقت ليبتلي غيرة الناس. يشوف غيرة الناس على الحق إيه، غيرة الناس على الإنسانية إيه، على الدماء إيه، على الأعراض إيه، ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا غاروا عليه نصرهم وإلا غار هو عليه فنصره. ده الإمام علي. سيدنا الإمام ابن تيمية له تعبير رائع جدا، بيقول: وقوفك في صف الظالمين خيانة وإن كنت تقرأ القرآن. وقوفك في صف الظالمين خيانة وإن كنت تقرأ القرآن. مجرد وجودك في صفهم خيانة لدين الله تعالى وخيانة للأمة الإسلامية. بس في صفهم، يعني أنا ممكن مثلا، بس نحدد، ممكن مثلا مؤمن واقف جنبي، مش واقف جنب صفوف الخيانة، بس هو بيعمل أفعال بتضرني زيهم. وقوفك في صفهم ليس أقصد الصف الجسماني، الصف الفكري، الصف منك بتعينه ولو بكلمة، وتعينه ولو بشق كلمة، بتعينه ولو بإشارة، بتعينه ولو بهشتاج، بكلمة، ببوست، بأي حاجة ولو بشق كلمة فأنت ظالم، وبالتالي وقوفك معه مساعدتك له ليس كذلك. ده قالوا أن المحايد ظالم، الذي لا يوجد بين الحق والباطل منطقة حياد، ظالم، لأن المحايد هذا ربما لم ينصر الظالم، لم ينصره، ولكنه خذل الحق. لأن الحق أوجب عليه أن ينصره فخذله. إذا سكت عن مناصرة الظالم لكنه خذل الحق، فلذلك فالحياد بين الحق والباطل جريمة. عبر عن هذا بنصرتك للمظلوم، لكن أنت تراه مظلوما وأنت ساكت فهذا ليست براءة، هذه ليست براءة وهذه ليست تسليما. لمين اللي قال كده دكتور جمال؟ العلماء قديما قالوا أن الحياد، الحياد جريمة، وإن كان ليس نصرة للظالم إلا أنه خذلان للمظلوم، وخذلان المظلوم جريمة شرعية. يعني شعار خلينا في حالي يا عم أنا مالي والجو ده خذلان للحق، خذلان للحق. وأنا أريد أن أقول كلمة هنا: ما يدفع لمقاومة الاستبداد وما ينفق وما يبذل أقل بكثير من ضريبة استمرار الاستبداد. ما يدفع لإزالة الاستبداد مهما كان فهو أقل بكثير من استمرار الاستبداد، لأن استمرار الاستبداد معناه استمرار العبودية والاستزلال، ليس في جيل واحد ولكن في أجيال متعددة. في أجيال متعددة يموت الناس مرضا، يموت الناس قهرا، يموت الناس تحت الاحتلال، يموت الناس في كل بكل أدواتهم وبكل صورهم. ومن كان مع الظالم منذ أسابيع اليوم أصبح مظلوما لا يجد من يناصره. والله تعالى ولله سنة في هؤلاء من إعانة
كان ظالما سلط عليه، والذي يعين الظالم قد يعينه بسكوته وقد يعينه بكلامه أو وقد يعينه بحياده، فكل هذا سيتسلط عليك وستصرخ لن تجد ساعتها من يناديك. أما الآن فنحن نناديك وكل الأحرار ينادون عليك بجوارك، من جيرانك، من أهلك، من إخوانك، من أصدقائك. لست وحدك تبحث عن الحق، لست وحدك تبغي الحرية، لست وحدك تريد أن تتخلص من الظلم، لست وحدك تحب مصر، لست وحدك تريد أن تعود مصر إلى مكانتها والمصر تعود إليه مكانته، لست وحدك، كلنا نحبها. هيا بنا نعلن هذا في كل مكان وبكل وسيلة، وأنتم أكثر إبداعا وأكثر تمكنا وأكثر تأثيرا بإذن تعالى، ونستطيع بصدق النية وبما أوتينا من عمل قليل نزلزل أركان الباطل، لأن الباطل ليس متأصلا في الأرض فطبيعته هشة، فالله الذي يعلم السر وأخفى قال إن الباطل كان زهوقا.